الصوره، يعني في حي ممسوك من عصابه، وبعدين تجي الشرطه تطارد هذا زعيم العصابه، يفلت اهل الحي، وبالتالي اكو غيره من المجرمين واكو غيرهم الادعياء ويظهروا الى السطح. هذا اللي حصل. نعم الضربات الجويه توقفت مو كما يريد ان يسوق لها ادعياء المقاوله انه اتفاق، لا ماكو اتفاق، وانما اكو انصياع تام. قاد هذا الانصياع الحق هو الإيراني، وأبلغ قادة الميليشيات نعم وأبلغ السوداني، وبأنه يجب أن لا تستهدف الأمريكان في هذه المرحلة لعدة عوامل، بعدين راح ندخل فيها إذا علمك ليش هاي العوامل إيران تريدها. أكيد. وهذا الانصياع جرى وألقوا السلاح، والقادة لحد هذه اللحظة أنا أتحدث معك مختبئين قادة نعم العصابات، أتحدى أي أحد منهم يراهم كما كانوا سابقا يتجولون.